خبر صادم انتشر منذ قليل بدولة العراق عن وفاة اليوتيوبر والموديل عارض الأزياء عباس الركابي. هذا شاب عمره 16 سنة، موديل أزياء رجالي بدولة العراق الشقيقة. انتشر خبر عن وفاته بسكتة قلبية منذ قليل، وناس كتير مصدق الخبر وناس كتير بتنشر الخبر. لكن في حقيقة الأمر أنا لاحظت إن في فيديو انتشر على اليوتيوب لي بيقول إن ده كان مقلب عمله علشان يشوف رد فعل بعض الأصدقاء عنده كده. فغريب إن حد ممكن يعمل مقلب، ممكن مقلب ويخلي ناس كتير تصدق، لأن هو شاب صغير ومعروف ومحبوب. فاحنا مش عارفين الحقيقة فين، فلو حد يعرف حاجة يا ريت يعرفنا، لأن هو حقيقي خارج نطاق مصر. فلو في حد يطمننا نشكره جدا يعني.